مدات القوات المسلحة التي لا ينكرها أحد هذه الأيام في بلدنا العزيزة مصر محلب يتفقد 10,000 فدان بالفرافرة تستصلحهم القوات المسلحة. المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تفقد مساحة 10,000 فدان تم تخصيصها لصالح القوات المسلحة بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، وسيتم توزيعها على الشباب الخريجين فور الانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث بدأت القوات المسلحة فعليا في حفر الآبار الاختبارية بالمنطقة تمهيدا لاستصلاحها تكون نوال استزراع 225 ألف فدان بالمنطقة. وكان برفقة رئيس الوزراء وزيري الزراعة والتخطيط ومحافظ الوادي الجديد. طبعا محافظة الوادي الجديد دي محافظة مهمة جدا، وجود عدد كبير من الواحات في هذه المنطقة بيسمح بأن احنا نستصلحها، كانت المشكلة بس في المياه وفي القوة اللي ممكن تعد هذه المنطقة، ما عندناش أفضل من جهاز القوات المسلحة نعتمد عليه دلوقتي حتى يعني تستطيع باقي الشركات أن يعني تأخذ بزمام المبادرة. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. أهلا بحضرتك سيادة السفير. مساء النور. نعرف من حضرتك أجواء زيارة رئيس الوزراء النهاردة للفرافرة. يعني بالفعل تأتي الزيارة في إطار اهتمام السيد رئيس الوزراء متابعة المشروعات القومية اللي بتنفذ في مناطق مختلفة من أرجاء الوطن، وكان شاهد السيد رئيس الوزراء تشييد الطريق الفرافرة عين دالة، طريق الفرافرة البحرية الداخلة، طريق الفرافرة ديبوط، وهو في إطار المشروع القومي لشبكة الطرق الاستراتيجية التي تعد أساس لتحقيق التنمية في مناطق الصحراوية والمناطق المختلفة. أيضا اطلع سيادته على استصلاح 37 ألف فدان في منطقة واحد الفرافرة عن طريق الري بالآبار، حيث هناك مشروع لحفر 40 بئر لري تلك المناطق ستوزعها وزارة الزراعة على شباب الخريجين وعلى شرائح اجتماعية أخرى. واحد الفرافرة هي واحة واعدة بإمكانيات سواء كانت استصلاح زراعي أو الثروات المعدنية، وبكل تأكيد السياحة العلاجية والبيئية التي تعد يعني جاذبة للسياحة العالمية. طيب يعني فيما يتعلق بالانتهاء من إعداد المنطقة للزراعة، يعني تقريبا قدامنا قد إيه وقت حيث تنتهي القوات المسلحة من تجهيز المكان لشباب الخريجين؟ يعني بالفعل هناك منطقة تم الانتهاء من زراعتها، يعني المنطقة عبارة عن 37 ألف فدان، بدأ بالفعل المرحلة الأولى مكونة من 10,000 فدان، واطلع السيد رئيس الوزراء بنفسه على الزراعة التي تتم في تلك المنطقة وعلى الجدول الزمني لحفر باقي الأراضي واستصلاح باقي المساحات المقررة إن شاء الله. هل هناك شروط معينة لتسليم الشباب لهذه الأراضي؟ يعني لابد من توفر شروط معينة في بعض الشباب؟ يعني بكل تأكيد يمكن للراغبين من الشباب وغيرهم مراجعة وزارة الزراعة المصرية للوقوف على الشروط المطلوبة لاستلام تلك الأراضي والتي ستكون متاحة لدى وزارة الزراعة. تمام، إذا يعني حدود مسؤولية القوات المسلحة هي تجهيز الأرض فقط وتسليمها لوزارة الزراعة، ومن ثم وزارة الزراعة تستطيع توزيعها على شباب الخريجين وفقا لشروط معينة. بالتأكيد المشروعات القومية بتشارك فيها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشارك فيها وزارة الإسكان، تشارك أيضا فيها وزارة الزراعة، هي يعني تناغم بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات كبيرة تكون عامل في توفير فرص عمل للشباب وفي المضي في تنفيذ برنامج الدولة لاستصلاح الأراضي وتنفيذ المشروعات وخاصة في المناطق الصحراوية. شكرا جزيلا السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك.